الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الحديث متواصلاً في قراءة أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فلعلنا أن نكمل ما ابتدأناه من قراءة أحاديث هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار والتكرار والمداومة. قوله يغتسل بالصاع أي أنه يستعمل عند اغتسال الجنابة من الماء ما يكون بمقدار الصاع، ومقدار الصاع أربعة أمداد، فالصاع وحدة للحجم، وهي والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين. وقوله إلى خمسة أمداد يعني قد يزيد عن الصاع قليلا، ويتوضأ أي ويكتفي في الوضوء بما يكون بمقدار المد، والمد يكون بملء اليدين المعتدلتين. ففي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد في استعمال الماء، و فيه عدم استحباب الإكثار من الماء المستعمل في الاغتسال والوضوء حتى ولو كان الماء متيسرا ومتوفرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قوله مسح على الخفين، الخفين ما يصنع من الجلد ليكون مغطيا للقدمين، وكانوا يلبسونه من أجل الحماية من البرد. وقوله هنا إذا حدثك شيئا سعد يعني سعد بن أبي وقاص، ففي هذا الحديث من الفوائد جواز الاكتفاء بالمسح على الخفين في الوضوء، وفي الحديث من الفوائد مشروعية المسح على الخفين، وقد ورد تقييد ذلك بعدد من القيود في أحاديث أخرى، منها أن تلبس على طهارة كما في حديث المغيرة المتقدم: فإني أدخلتهما طاهرتين، ومنها أن يقتصر على المدة المسموح بها، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه عن حوالي 80 صحابيا، رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسح على الخفين أو فعله. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاقتصار على خبر الواحد الثقة وعدم الاحتياج إلى غيره، ولذا قال عمر لابنه عبد الله:
إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. نعم. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قوله هنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، العمامة لباس للرأس يلف عليه. وفي هذا الحديث جواز الاقتصار على المسح على العمامة إذا كانت مغطية لأغلب الرأس، وقد أخذ بذلك الحنابلة فقالوا بجواز المسح على العمامة. وأنتم تعلمون أن العلماء اختلفوا في المقدار المجزئ عند مسح الرأس على ثلاثة أقوال مشهورة، فذهب فقهاء المالكية والحنابلة إلى وجوب تعميم الرأس بالمسح، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، قالوا رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فوجب تعميم الرأس بالمسح. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الواجب في مسح الرأس هو مسح الربع، قالوا هو مقدار اليد لأن اليد ربع الرأس. وذهب فقهاء الشافعية إلى أن أقل ما يصدق عليه اسم الشعر أو الرأس يجزئ في الوضوء، وقد اختلف الشافعية فيما بينهم، فقال طائفة يكفيه شعرة واحدة، وقال آخرون منهم لابد من مسح ثلاث شعرات فأكثر. ولعل القول الأول قول الحنابلة والمالكية بوجوب تعميم الرأس بالمسح أولى وأقوى، لأنه ظاهر الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم. وليعلم بأن إذا كان الإنسان يلبس عمامة فحينئذ هل يجزئه المسح على العمامة أو لا يجزئه؟ فقال الشافعية إن كان هناك مع المسح على العمامة مسح لشيء من الشعر أجزأ، وقال الحنفية إن كان مع العمامة مسح لربع الرأس أجزأ، وقال الحنابلة بأنه يجزئه أن يمسح على عمامته وما ظهر من رأسه ويكفيه ذلك لثبوت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة كما في حديث الباب. وفي هذا الحديث أيضا جواز المسح على الخفين والاكتفاء بذلك عن غسل القدمين. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قوله أكل كتف شاة، الكتف هو ما يكون أسفل الرقبة وأعلى الصدر، ولحم الكتف معروف بتفضيله عند العرب، ومن أمثالهم قولهم فلان يعرف من أين تؤكل الكتف، وذلك أن الكتف إن أخذت من أسفلها سهل أخذها ولم يكن هناك صعوبة، وإن أخذ لحم الكتف من أعلى لم يستطع الإنسان أخذه إلا بجهد جهيد وعمل صعيب، بخلاف ما لو أخذه الإنسان لأخذ لحم الكتف من أسفله. وقوله هنا أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ،
وذلك أنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء من أكل كل ما مست النار، إذا طبخ اللحم وجب الوضوء منه، فنسخ هذا الحكم وأصبح هذا الحكم منسوخا، وبالتالي فليس من نواقض الوضوء أكل لحم الغنم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من أكل لحم الإبل فقال توضأوا من لحم الإبل، فسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئت فتوضأ، فعلق حكم الوضوء من لحم الغنم بالمشيئة، مما يدل على عدم وجوبه. وقوله هنا أكل كتف شاة ورد في بعض روايات الحديث عند البخاري قال تعرق أكل لحم تعرق كتف شاة، وفي لفظ انتثل كتف شاة، مما يدل على جواز انتشال الطعام والنهش منه. وفي الحديث دلالة على عدم وجوب الوضوء من المطبوخ من غير لحم الإبل. وفي الحديث أيضا دليل على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة. أحسن الله إليكم. قال عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه في يده فيأكلها، فدعي إلى الصلاة فألقاها وألقى السكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. من قوله هنا عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز أي يقتطع ويقوم بفصلها من أصلها من كتف شاة، وفي لفظ من ذراع شاة في يده فيأكلها، فيه الأكل باليد. والأفعال النبوية تحمل على الإباحة ما لم تكن على العبادة، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول ما كان من خصائصه فهذا يختص به، كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النوع الثاني من أنواع الأفعال النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة والجبلة أو موافقة لأهل زمانه، فهذا يدل على الإباحة ولا يدل على الاستحباب، ومن ذلك لبسه للعمامة، فإنه قد فعله لكون أهل زمانه يفعلونه. والنوع الثالث من الأفعال النبوية ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم شرعي، فيأخذ ما هو بيان له كأفعاله في النسك. والنوع الرابع ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة والتقرب به لله تعالى، فهذا النوع قال الحنفية والمالكية هو على الوجوب، وقال الشافعية والحنابلة هو على الاستحباب. ولعل هذا القول الثاني أظهر لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عددا من أصحابه على عدم فعل ما كان من هذا النوع، ولو كان واجبا لا أنكر عليهم. وقوله هنا فيأكلها فدعي إلى الصلاة فألقاها أي طرحها ووضعها في صحنها الذي أخذها منه، وألقى السكين
التي يحتسل بها أن يقطع اللحم بها، وفي هذا تقطيع اللحم بالسكين، وأن ذلك على الإباحة. وفي الحديث أن أكل لحم الشياه لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. قال عن سويد بن النعمان رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فلكنا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قوله عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة، يعني شجرة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والذين قال الله تعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وقوله خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، عام خيبر هو السنة السابعة، فقد كان صلح الحديبية في السنة السادسة في ذي القعدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى خيبر في السنة السابعة، فكانت تعويضاً للمؤمنين. وفتح خيبر هو ما ذكره الله تعالى بقوله فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً على أحد الأقوال، فقد قيل بأن المراد فتح خيبر وما حصل للمسلمين من الخير والمغانم، وقيل بأن المراد به صلح الحديبية، فإن الله قد سماه فتحا لما ترتب عليه من كثرة الداخلين في دين الله بعد الصلح، وذلك أن الإسلام لا يتطلع إلى أن يكون هناك قتال بين الناس، وإنما يلجأ أهل الإسلام إليه، وذلك أن الناس متى تركوا القتال عادت إليهم أذهانهم وتفكروا في حقائق الأمور وفيما اشتمل عليه الكتاب من الأدلة والبراهين، فكان هذا من أسباب دخولهم في دين الله. وهذا ما حصل بعد صلح الحديبية، فإنه قد أسلم في هذه السنوات بعد الصلح أضعاف مضاعفة لمن أسلم قبل الصلح. وقوله بالصهباء وهي مكان قبل خيبر، وقال عنها وهي أدنى خيبر، فصلى العصر، وتلك الصلاة صلاة مقصورة، وفي هذا دلالة على أن الجمع ليس بواجب على المسافر، فإنه اقتصر على صلاة العصر في وقتها، مما يدل على أنه لم يجمع بين الصلاتين. وقوله ثم دعا بالأزواد، المراد بالأزواد جمع زاد، وهو الطعام الذي يأكلونه، وسمي بذلك لأنه يتزودون به في أثناء أسفارهم. قال فلم يؤت إلا بالسويق، وهو نوع من الطعام، وهو نوع من الطعام من الحبوب التي تزرع، وهو في الغالب إما من البر أو من الشعير. قال فأمر به فثري، أي صبوا عليه ماء من أجل أن يبله، فإنه قد كان يابسا. قال فلكناه، أي أنهم مضغوه وحركوه،
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا من ذلك السوير وشربنا مما خلط به أو من الماء الذي أتي به معه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة المغرب فمضمض ومضمضنا، بمعنى أنه لم يتوضأ وإنما توضأ من أجل الطعام الذي أكله. قال ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. ففي هذا الحديث من الفوائد خروج الناس مع الإمام في المهام العامة، وفيه من الفوائد أن الجمع بين الصلاتين ليس من الواجب على المسافر، بل هو رخصة، بل هو رخصة له الحق في أن يفعلها. وفي الحديث جواز الاشتراك في المباحات ليقتسمه الناس، وقد استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على جواز التأمين التعاوني، بحيث يشترك مجموعة على أن يدفعوا أقساطا شهرية ليعوضوا من حصل عنده تلف أو نقص أو احتاج لشيء من حوائج الدنيا. وفي الحديث جواز أكل السويق والتزود في الأسفار منه. وفي الحديث أن أكل السويق لا ينقض الوضوء ولو كان مطبوخا، وذلك لأن نواقض الوضوء التي تتعلق بأكل ما طبخ بالنار قد نسخت، وأصبح الأكل مما طبخ بالنار لا ينقض الوضوء. وفي هذا الحديث أكل أكل السويق وجواز استعماله. وفي هذا الحديث الاجتماع من أجل أداء الصلاة جماعة ولو كان ذلك في الأسفار. وفي هذا الحديث جواز وضع الماء على الطعام من أجل تليينه وتسهيل أكله. وفي هذا الحديث خلط الأطعمة بعضها مع بعض من أجل الأكل منها. وفي هذا الحديث الاشتراك في تناول الطعام والشراب، وأن هذا هو كان المعهود في عهد النبوة. وفي الحديث أيضا دعوة الإمام أفراد رعية ممن يكونون معه ليؤدوا جماعة الصلاة المفروضة. وفي الحديث عدم وجوب الوضوء من أكل السويق ولو كان مطبوخا. وفي الحديث المضمضة بعد أكل الطعام، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المضمضة، فرأى جماعة أن ذلك من المستحبات لموافقته لمقصد الشرع، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه من المباحات لأن هذا من الأفعال العادية التي اعتادها الناس، وبالتالي لا يكون هذا من المستحبات وإنما يكون من المباحات. وفي الحديث اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعود بالخير والنفع. وفي الحديث جواز أداء أكثر من صلاة مفروضة بالوضوء الواحد، وأنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. في الحديث جواز أكل الكتف وتخصيصها بالأكل.
في الحديث أيضا عدم وجوب الوضوء من أكل ما مست النار من غير الإبل، وفي الحديث أيضا أكل الإنسان عند زوجته، فإن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكل عندها. وفي الحديث أن أكل اللحم من غير الإبل لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. قوله شرب لبنا، الأصل في كلمة اللبن أن تطلق على ما تعارف الناس عليه اليوم باسم الحليب، فقال فمضمض يعني أنه بعد أن شرب اللبن مضمض وأدخل الماء في فمه فحركه ثم أخرجه، وقال إن له، إن أداة تعليل، فهذه هي العلة في كونه مضمض، وله يعني للبن دسما أي أثرا في الفم قد يبقى له رائحة وزفرة فاحتاج إلى أن يمضمض منه. ففي الحديث جواز شرب اللبن، وفي الحديث استحباب الوضوء منه، وأن ذلك ليس من الواجبات. وقوله وفي الحديث أنه يستحب المضمضة عند أكل أي سلعة فيها دسم، فإن الدسم يكون له زفرة، وبالتالي فما كان فيه دسومة فإنه يستحب للإنسان أن يتوضأ بعده. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه أن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يدر عليكم أرزاقة، وأن يبارك لكم في جميع أحوالكم، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.